أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا سيبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم لله رب العالمين. أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد بن عبد الله، وعلى آله الأعزاء وأصحابه الكرماء، ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أما بعد، فإننا في هذا اليوم المبارك في دولة نيجيريا، اليوم الأحد بالتاريخ اليوم الثالث في شهر ذو الحجة العام 1440 هجريا، الموافق بأربعة في شهر أغسطس العام 2019 ميلاديا، لاختتام الدورة الصيفية بعنوان برنامج العلم الواجب التي أقيمت في دولة نيجيريا ولاية أويو مدينة إبادة لمدة شهر كاملة من أربعة ذو القعدة إلى يوم الثالث ذو الحجة العام 1440 هجريا، الموافق يوم السابع في شهر جولاي إلى يوم الرابع في شهر أغسطس العام 2019 ميلادية. ونتقدم بجزيل الشكر والتقدير للدائمين لهذه الدورة الصيفية ببرنامج العلم الواجب التي وفقنا الله بإقامته في دولة نيجيريا في هذه السنة لعام 1440 هجريا. ونرجو من المسؤولين والمنصوب هذا البرنامج النافع لأبنائنا الطلبة المسلمين المزيد لمثل هذه الدورة لهذا البرنامج لما فيها من كثرة الفوائد والاستفادة التي لا تحصى ولا تعد، وأن لا يكون لهذه السنة فقط بل نتمنى مثله في جميع السنوات القادمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ في هذا اليوم المبارك
اليوم الثالث اليوم الخامس في شهر ذو القعدة. في مقدمة شرح أصول الثلاثة، الأصول الثلاثة التي هي معرفة ربي ومعرفة الدين بالعدلة ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم، ويبين ونبين بما يتعلق بالرسالة القيمة ومعلف النافع يحتاج إليه كل مسلم، وهي التي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها: ومن رضي بالله ذاق طعم الإيمان، من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. وهي التي يسأل عنها الميت إذا أدخل في القبر فيأتيه ملكان فيقعدانه فيسألانه: من ربك وما دينك وما نبيك؟ هذه الرسالة أفردها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في بيان هذه الأصول الثلاثة وإيدائها بالأدلة من الكتاب والسنة. والشيخ محمد بن عبد الوهاب جاء والشيخ محمد بن عبد الوهاب يبين لهذا كل ما يقوله الشيخ في هذا الكتاب وكتاب التوحيد مبني على الحجج الواضحات والبراهين الساطعات من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الكتاب حسن الاستدلال لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ورد عليهما في سائر أمور الدين. ولذلك هذا الكتاب ينبغي على كل مسلم خاصة الطلبة أن يعرف عليه، أن يحرص عليه في نفسه أولا قراءة لهذا الكتاب وفهما لمضاملته وتحقيقا لغايته ومقاصده، وأن يسعى من ذلك جاهدا مع أهله وقرباته ومحبه نشرا لهذا الخير لبيان هذه الأصول النافعة التي ستسأل عنها أنت في قبرك، وستسأل عنها أمك وأخاك وأباك، كل يسأل عنها إذا أدخل في القبر. فما أحراث أن نتعاون. ويبقى في بيان هذا الأصول الثلاثة نصحا للدين الله: فقد كان أهل العلم في المملكة وعهمة المساجد يعتنون بحفظ هذه الأصول الثلاثة وبيانه للناس. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: كان الشيخ الإسلام ابن تيمية تلقن طلبتي هذه الأصول أولا ليحفظوها ويستقر في نفوسهم لكونها قاعدة في العقيدة، وهي أساس السعادة في الدنيا والآخرة، فلا تنال السعادة ولا تكون النجاة إلا بالتحقيق هذه الأصول الثلاثة. هذه الرسالة اعتني بها أهل العلم كثيرا واجتهدوا في شرحها، ويبين مقاصدها لعامة والخاصة. نبدأ بتوزيع الشهادة والجوائز للطلبة المشاركين والمشاركات. راضي من الله سبحانه وتعالى لهم التوفيق والنجاة. أول أحمد إسماعيل.
أحمد إسماعيل. يجزيكم جزاء الأوفر وألا يحرمكم أجره يجعله في موازين حسناتكم في يوم لا ينفع مال في يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولا يفوتني أن أتقدم بجزيل الشكر والعرفان لجميع الإخوة المتعاونين على إنجاز هذا البرنامج وجميع المشاركين والمشاركات في هذه الدورة الصيفية بعنوان على علم الواجب لعام 1440 هجريا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبله من الجميع الطاعات والصالحات الأعمال.